دكتور احمد الكسار من الناس المتطوعه، الاطباء الافاضل تطوعوا في المستشفيات الميدانيه في التحرير لانقاذ الجرحى والمصابين. شفت جثث اكيد كده يا دكتور قدامك. يوم الاثنين والثلاث كانوا في اثنين، يوم 21 و22 نوفمبر 2011. يوم الاثنين والثلاث كان في حالات، اولا هنجيبها بالترتيب، في حالات اختناق كتيره جدا وبالغاز طبعا، وكان في بيحصل فيها تشنجات، ده اساسي على في معظم الحالات يعني، وكمان في رش كتير جدا جدا جدا، طلقات خرطوش بكل الانواع بقى، النوع الصغير والنوع الكبير، او اللي هو لانهم كانوا بيستخدموا نوعين من الرش تقريبا، النوع اللي هو العادي اللي هو اللي نعرفه المتعارف عليه، والنوع الثاني اللي هو اللي بتحتوي الكارتريج فيه على مثلا من 8 ل 12 واحده من الكبير قوي، وده لو اتضرب من مسافه قريبه ممكن يبقى زي 8 رصاصات في وقت واحد. دي الحالات، دي اكتر حالات كانت بالمنظر ده. في حالات جاتنا برضو، جات انا شفت اربع حالات، اثنين يوم الاثنين واثنين يوم الثلاث، كانوا مضروبين بطلق ناري، واحد مضروب بطلق ناري هنا وواحد في صدره، والباقيين كانوا حالات متفرقه برضو، وفي واحد مضروب في رجله كان والطلقه عدت على يعني جت في الشريان، الشرايين الرئيسيه بتاعه الطرف السفلي، فحصل نزيف حاد وكده، واعتقد احنا بعد ما نقول لهم توفوا لانهم كانوا في المرحله الاخيره بتاعتهم يعني. برضو جالنا حالات تشنجات مش عارفين سببها ايه، حالات تشنجات كتيره جدا وحالات اختناق. يوم الاثنين احنا اتضربنا طبعا، اتضربنا بقنابل مسيله، احنا مش عارفين ايه نوعيتها، السي ار والسي اس والحاجات الثانيه الله اعلم بيها يعني، بس احنا اتهجم علينا في وقت في الجامع، وسبنا الجامع وجرينا وسبنا المصابين، وفي بعض الناس برضو، في ناس اتاخدت من كانت بتتعالج واتاخدت، واخد بال حضرتك معانا يعني. بس ده اكتر حاجه اتاذينا فيها واتضربنا فيها كان يوم الاثنين والثلاث، ده في المستشفى الميداني اللي خلف هارديز اللي كان مصلى عباد الرحمن. ايوه جامع عباد الرحمن، ايوه كان هو ده اللي هو المفروض بيستقبل اكبر كميه حالات من المصابين، لانه قريب جدا على محمد محمود، وكانت كل الحالات بتجي لنا، واخد بال حضرتك. فللاسف يعني بعد كده طبعا ابتدوا نشم راح اللي هو الغاء. فاكره انا كنت موجوده اليوم دوت، قعدت حوالي 20 ثانيه قطع النفس يعني، ما اتدرب عين الغاز. انا مشيت الثلاث، قعدت الاربع كامل يعني، قعدت في البيت مش قادر اتحرك خالص.